احنا في هذه الفتره ديال الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحه الفساد، وكذلك الاسبوع المقبل كاين تنظيم ديال الدوره العاشره المؤتمر ديال دول الاطراف في الاتفاقيه الامميه لمكافحه الفساد. هذه الدوره كتخلد ل 20 سنه من بعد دخول هذه الاتفاقيه حيز التنفيذ، والندوه اللي كننظموا اليوم جات باش تعطي يعني تقرير سنوي تعطي التفاصيل ديال ما قامت به الهيئه خلال ماشي فقط سنه 2020 ولكن منذ تقريبا 5 سنوات. واللي كيميز هذا التقرير هو ان اول تقرير اللي كيشمل سنه كامله من بعد دخول القانون 46/19 حيز التنفيذ بعد تعيين الاعضاء ديال الهيئه والامين العام. وهذا التقرير عندهم خمسة ديال الأبواب. الأول كيتعلق بالتشخيص، وهذا التشخيص كيعطي كيفية دقيقة شنو هو التطور ديال الفساد، ماشي فقط من خلال السنة الأخيرة، ولكن كيعطي يعني واحد تحليل لمدة ما يقرب 25 سنة. واللي النتيجة اللي وصلنا لها هي أن المغرب عرف تغيرات إيجابية وسلبية، ولكن في الإجمال المغرب على مدة ديال 25 سنة لم يغير لا التنقيد ديالو ولا الترتيب ديالو على المستوى العالمي، بل كيمكن نعتبره بأن الترتيب كاين هناك تراجع. وهذا الشيء كيدفع باش ندخلوا في تحليل عميق للسياسات العمومية، لأنها هي متعددة، كانت مخططات حكومية، كانت استراتيجية منذ 2015، ولكن هذه المجهودات اللي كثيرة وكبيرة واللي مهمة وما يمكنش نقصوا من الأهمية ديالها، إلا أنها ما وصلتش لأنها تحقق النتائج، وذلك راجع العوامل المتعددة اللي في الندوة نوقفوا عليها بتدقيق. هذه العوامل بخلاصة هي أولا أن كاين الطابع التشريعي هو اللي كيطغى، ثانيا أن ما كاينش الالتقائية وكاين عمل قطاعي أكثر ما هو عمل استراتيجي ومدمج، كاين أن الحكامة ما كتسمحش باش تكون هذه الالتقائية وما كتسمحش باش تكون تحديد الأولويات انطلاقا من آثار المتوخى من البرامج والمشاريع، وهي يعني عوامل متعددة اللي غادي نوقفوا عليها باش والهيئة قامت بهذا التقييم الدقيق واللي مشات في العمق ديال كل برنامج وكل مشروع باش نوصلوا، لأن حتى المشاريع اللي عندها واحد الأهمية قصوى ما كتمشيش إلى حد تحقيق الأهداف، لأن التنفيذ ما كيتكونش مواكب بالإجراءات اللازمة باش نحققوا هاد الأهداف. بالإضافة إلى أن الهيئة انطلاقا من هذه المعطيات المجمعة أعطت وضعات توجهات استراتيجية لسياسة الدولة في مكافحة الفساد مستقبلا من أجل إرساء دينامية قوية اللي كتضمن التغيير المستدام، واللي غادي يكون عنده إلى قمنا بهذا الإصلاح على مستوى الحكامة والإصلاح على مستوى تحديد الأولويات والإصلاح على مستوى هيكلة استراتيجية من جيل جديد، فغيمكننا نحققوا نتائج ملموسة بما فيها المستوى القريب، واللي غادي يكون المواطنين غيمكن يسترجعوا ثقة في سياسة العمومية لمكافحة الفساد، وبالتالي كيمكننا تعبئة جميع طاقات في وجميع المكونات ديال المجتمع باش نحققوا هذا التغيير اللي هو اساسي للتنميه ولتحقيق الاهداف والاجابه على الانتظارات ديال المواطنين المشروعه.